خسر عيسى حياته مقعده كرئيس للاتحاد الافريقي لكره القدم بعدما فاز رئيس اتحاد مدغشقر احمد بانتخابات الرئاسه، وحصل احمد على 34 صوتا مقابل 20 فقط لعيسى حياته خلال الانتخابات التي اقيمت اليوم على هامش اجتماع الجمعيه العموميه المقام بالعاصمه الاثيوبيه اديس ابابا. مشاهدينا الكرام، معنا عبر الهاتف للتعليق حول هذا الخبر الأستاذ إيهاب الخطيب، مدير تحرير جريدة الوطن ورئيس تحرير الأهرام الرياضي، القسم الرياضي عفوا، بهذه الجريدة، جريدة الوطن. أستاذ إيهاب، بداية دعني أسألك عن التعليق على خسارة عيسى حياته مقعده كرئيس للاتحاد الإفريقي لكرة القدم. طبعا مفاجأة كبيرة جدا بتضرب لغط الأندية، ولكنها مفاجأة سارة، سقوط عيسى حياته من على عرش ومملكة كرة القدم الأفريقية مفاجأة بكل المقاييس. لم يكن أحد يتوقع أو يتنبأ أو يتكهن بفوز أحمد رئيس اتحاد مدغشقر. عيسى حياته اللي بيتولى المنصب من سنة 88 على عرش الكرة الأفريقية، عيسى حياته اللي دخل في المرحلة الأخيرة في بعض المشاكل، وكانت البداية من مصر عندما طلبنا بحصولنا على المباريات وإذاعة المباريات لمنتخبات مصر والفرق المصرية على القنوات الأفريقية، وكانت هي بداية كشف بعض الحقائق والألغاز وقضايا فساد عديدة هيتم فتحها في المقبلة. هزيمة عيسى حياته بتؤكد أن القارة الأفريقية وأن الجمعية العمومية الكاف تسير في الاتجاه الصحيح، وأيضا أن ما يتردد عن نقل المقر من القاهرة سواء إلى المغرب أو إلى أثيوبيا انتهى بالكامل، ويؤكد الدور الكبير لمصر في قلب الطاولة على رئيس الفيفا، والإعلان مبكرا بإعطاء أحمد مرشح مدغشقر هو من عكس بنتيجة مفاجئة وإيجابية 34-20. أستاذ إيهاب الخطيب، مدير تحرير جريدة الوطن ورئيس القسم الرياضي، أشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا عبر الهاتف.